أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذه الأيام والليالي المباركة، وبالخصوص ونحن نعيش ليالي القدر المباركة العظيمة. وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الأيام والليالي، أيام أمير المؤمنين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المواسين للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، ومن الفائزين بزيارة أمير المؤمنين في الدنيا وشفاعته وأولاده المعصومين في الآخرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، نتكلم شيئا يسيرا عن ليلة القدر، فنقول ما معنى القدر أو ما معنى ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ هناك بعض الآراء في هذا الأمر. مثلا من هذه الآراء أنها سميت بليلة القدر لأنها الليلة التي يحكم الله عز وجل فيها ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها من كل أمر، وهي الليلة المباركة التي قال فيها عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة والرحمة ويستجيب فيها الدعاء. ولعل هناك بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، منها ما ورد عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه سأله ابن حمران فقال عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: نعم، ليلة القدر، وهي في كل سنة في كل شهر، في كل شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عليه السلام: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قدر في تلك الليلة فهو المحتوم ولله المشيئة. انتهى الكلام، كلام الإمام سلام الله عليه. هذا رأي في معنى أو أحد معاني ليلة القدر. ربما هناك معان أخرى، مثلا أنها الليلة التي تقدر فيها الطاعات، أو لعله تقدر فيها الطاعات أو يقدر فيها قدرا عظيما وثوابا جليلا، فمن باب الأجر والثواب سميت ليلة القدر. وأيضا ربما هناك معنى آخر، أن ليلة القدر هي الليلة سميت ليلة القدر لأنه أنزل فيها كتاب وهو القرآن العظيم، وهو جليل القدر، على رسول أيضا ذو شأن وذو قدر عظيم، وهو نبي أمة لها قدر عند الله عز وجل، على يدي ملك من الملائكة، ملك له قدر عند الله عز وجل. وقيل سميت ليلة القدر لأن الله قدر فيها القرآن، وقيل أيضا أنها سميت بليلة القدر لأنها تضيق بالملائكة، بمعنى هنا القدر الضيق، كما في قوله تعالى: فقدر عليه رزقه. فسميت ليلة القدر على هذا القول أو هذا الرأي لأنها تضيق، لأن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة لشدة ازدحام الملائكة، ولعل هذا
شيء مهم أن الإنسان المؤمن يحيي هذه الليلة وتحفه الملائكة وتؤمن على دعائه وتستغفر له، وهذا له أجر أو هذا له شأن للمؤمن، شأن في هذه الليلة أنه يدعو الله عز وجل والملائكة تؤمن على دعائه وتستغفر له. هنا السؤال، متى هي ليلة القدر؟ كثير من الأخبار التي وردت عن ليلة القدر لا تبين متى ليلة القدر، أو ربما تحصرها على الأقل بليلتين. لماذا؟ هنا لعل الجواب هو والاحتمال على نحو الاحتمال أن ليلة القدر الله سبحانه وتعالى أبهمها في هذه الليالي المباركة لكي يستزيد المؤمن منها، ولكي لا يقتصر على ليلة واحدة فيحث نفسه ويجهد بدنه لكي يستزيد في هذه الليالي أو في أكثر من ليلة، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الليالي جعلها في أكثر من ليلة لكي يحث المؤمن نفسه، لعله لا يستطيع أن يستوعب كل ما ورد في ليلة واحدة، فبإمكانه أن يعوض ما فاته في الليلة السابقة من ليالي القدر بالليلة اللاحقة. هذا ربما أحد الأمور، وعادة هذا ما يستشف من الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام، مثلا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر، قال: هي ليلة 21 أو 23. قلت: أليس إنما هي ليلة؟ قال: بلى. قلت: فأخبرني بها. قال: ما عليك أن تفعل خير أن تفعل خيرا في ليلتين. ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين، يعني هذه هاتان الليلتان 23 إن المؤمن إذا أقام فيهما أو أحياهما بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوسل والتهجد، هذا الأمر يسير قبال ما سيعطيه الله عز وجل من الثواب والأجر والغفران والرزق وغير ذلك من الأمور. فما أيسر ما يقوم الإنسان بليلتين لكي يحصل على جائزة عظمى في سنة كاملة أو ربما سنين. كذلك أيضا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ليلة القدر، قال: في ليلتين، ليلة 23 و21. قلت: أفرد لي إحداهما. قال: ما عليك أن تعمل في ليلتين، هي إحداهما. ولعل هناك أيضا روايات أخرى لا يسع المجال لبيانها ولبيان هذا الرأي. هنا هذه الليلة، ليلة 21، هي أعلى وأفضل منزلة من الليلة التي سبقتها وهي الليلة 19، وفيها أيضا ما ورد من أعمال في ليلة 19 أيضا مذكورة في كتب الأدعية، ومنها كتاب مفاتيح الجنان وكتاب الإقبال وغيرهما من الكتب. نوجز بعضا منها، منها الاغتسال، وله فضل كبير أيضا وله أجر عظيم، ويفضل أن يكون في أول الليل. ومنها صلاة ركعتين، كل ركعة بفاتحة الكتاب وسبع مرات قل هو الله أحد، وبعدها يستغفر 70 مرة. كذلك يستحب أن يتوسل إلى الله تعالى بالمصحف الشريف وعلى صورتين: صورة يتوسل إلى الله بالمصحف بين يديه، وصورة يضع المصحف على رأسه ويسأل الله سبحانه وتعالى بكتابه وبما فيه وبالأئمة وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أيضا توسل، ثم يسأل حاجته فإنها تقضى. كذلك من مستحبات هذه الليلة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهي ذات أجر وفضل عظيم.
ومنها أيضا قراءة بعض السور، منها سورتي الروم والعنكبوت. ففي الخبر عن الإمام عليه السلام أن الله يجعل الجنة لمن قرأ هاتين السورتين، وحتى أن مضمون كلام الإمام قال: لا أستثني أحدا فله الجنة البتة، لا أستثني أحدا. كذلك يستحب قراءة دعاء الجوشن الكبير في هذه الليلة، ويستحب أيضا صلاة 100 ركعة في هذه الليلة، إضافة إلى بعض الأدعية لا يسع المجال لذكرها بسبب أن وقت هذه الحلقة يضيق عن ذكر كل المستحبات، فمن أرادها فليطلبها في مضانها. ونسأل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم ممن يحيي هذه الليالي المباركة ليلة القدر، ويكتبنا ممن يحيي ليلة القدر، ويتقبل دعاءنا ودعاءكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء أيها الأخوة المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.